فيها تصديات كتيره مش وارقام مش ايجابيه طبيعيه يعني. مباراه انا بقول لك انا شفت مباريات كتير لحراس مرمى كتير، انما كم الانفرادات اللي جاء لاحمد في المباراه دي مش طبيعيه، مش طبيعيه. والامانه برضو كل الشكر للاستاذ محمد الكابتن محمد الكواليني، ده له حقه جدا، معلق المباراه، معلق المباراه، معلق الكروان كما يلقبه محبوه. لا يعني بصراحه ده له حقه جدا جدا جدا. هو الولد كان فعلا كان في حتى يعني في المباراه دي يعني احمد ما شاء الله عامل مباراه كبيره يعني. هو انت عارف ان حضرتك انه انتقل الداخليه. شايف ازاي مشواره في الداخليه؟ انت قلتها لي يوم ماتش الاهلي على الهواء، قلت انه اعتقد صعب ان هو ينزل مع فرقته وخلاص، هو ظهر قدام الناس فاكيد في خطوه في الممتاز. جاءت الخطوه مع الكابتن رضا شحاته في فريق الداخليه الصاعد حديثا للدوري الممتاز، شايفها ازاي الخطوه دي؟ الاول طبعا لازم اشكر القائمين على الناس المحترمين، سواء الكابتن وليد هويدي والكابتن اسلام عادل والناس اللي موجوده كلها في مصر المقاصه. يعني احنا اول ما يعني هو جاله اكتر من نادي في الدوري الممتاز، بس هو احمد كان له رغبه انه يروح الداخليه لاكتر من سبب. يعني اولا هو حابب انه يروح نادي يعني يتنافس فيه مع الحراس الموجودين. وكمان هو عارف كمان في الكابتن يتنافس فيه، دي بمعنى ان تكون المستويات متقاربه. يعني مش عايز يروح نادي يكون الحارس اللي موجود فيه حارس اول مخضرم بقاله كتير. برافو عليك. يعني مثلا يعني في يعني مثلا سموحه ما كان يعني سموحه فين في كان في يعني في كلام اتفتح في سموحه. بس موجود الهاني سليمان، وهاني سليمان مخضرم زي ما حضرتك بتقول كده، بقاله اكتر من 10 سنين بيلعب. لو راح مثلا الجيش في محمد بسام وانتقل دلوقتي لسيراميك كليوباترا، يعني هو كان عايز يروح نادي يبقى المنافسه فيها مع حد برضو ايه. طبعا الولاد الموجودين كويسين وكل حاجه، ولكن برضو قريبين يعني الدنيا قريبه مفهوم. هو محمد مجدي حارس محمد مجدي انتقل من المقصه الاسماعيلي السابق والمقصه الحالي، ومعاهم رضا السيد ده حارس مرمى موجود من السنه اللي فاتت معاهم في الداخليه. والجمانة جهاز فني بالكامل، جهاز فني محترم. كابتن رضا شحاته، كابتن ابو المجد مصطفى، كابتن محمد محسن ابو جريشه، ومعهم مدرب حراس المرمى كابتن محمد العقباوي. وكان الرغبه كانت موجوده، رغبه كبيره جدا من محمد العقباوي، لانه هو عارف احمد كويس. واحمد شخص السنة محترم قوي كابتن جدا العقباوي، جدا مدرب كويس ومدرب شاطر. السنه اللي فاتت احمد لعب ماتشين ضد الجونه، ماتشين وديين، ما لعبش رسمي. في بدايه شافوا احمد اكتر من مره. ولحسن حظ احمد برضه كابتن رضا شحاته والجهاز بالكامل اللي انا عرفته ان مباراه السموحه كانت الساعه 4 يوم جمعه. وكان الجهاز الفني بالكامل واخد راحه وكان بيتفرج على احمد في المباراه دي. يعني مباراه اللي تألق فيها احمد طارق، غير مباراه الاهلي. احنا داخلين قبل الهوا حضرتك قلت لي نقطه مهمه جدا جدا بالنسبه لاحمد، ودي انا بحب قوي اقولها. انا قولها انت بقى عشان فعلا انا اللي قلتها. قلت لك انا اللي عجبني فيه مش بس تصدياته، عجبني ان هو فيه شخصيه، حارس شخصيه. دي مهمه جدا جدا، يحط تحتها مليون خط. يعني احنا دايما لما بنيجي نتكلم على حراس المرمى لازم الجون عنده شخصيه. لو حارس مرمى ما عندوش شخصيه بيفقد كتير جدا 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 من ادائه الفني داخل الملعب. الشخصيه بتدي له اداء فني. لان الشخصيه هي جزء يعني جزء كبير جدا جدا من انا كخط ظهر او الناس ازاي انا ببقى عارف ان الجول اللي ورايا ده يعني انا امان، انا في امان طبعا. يعني بيديني حتى ممكن على فكره احمد واحنا كسبانين المقص احنا المقاولين العرب تخش في الجون تبص تلاقي بيقوم وبيوجه وبيشيل كره صعبه جدا بعدها ويشيل انفراد ويشيل كره عرضيه. يعني الفكره في ايه؟ انت يعني ما تدلدلش. مش معنى ان يدخل في الجول او تبقى او تغلط في هدف او فتبص تلاقي نفسك بقى التوجيه قل، عمال تفكر في الهدف فتبص تلاقي في خطا تاني بيتم. فالشخصيه هنا جزء مهم جدا. من شبه مين من حراس المرمى؟ سواء اللي في مصر، سواء الحاليين، السابقين، العالميين، احمد طارق سليمان شبه مين من حراس المرمى؟ شبه مين من حراس المرمى؟ احمد شويه واخد شويه يعني حاسس ان هو كده قريب من طبعا ده مش تشبيه انما امكانيات، مش تشبيه في تخليه ممكن قريب على مستوى الامكانيات اللي هتظهر. اتمنى يبقى اليسون. اليسون بالنسبه ليه؟ اتمنى يعني اليسون جول يعني انت بتتفرج عليه كده بيمتعك. تحركاته يعني اليسون تحت ثلاث خشبات بيمتعك، تحركاته ورا خط الظهر حتى في انفعالاته. يعني اليسون هادي جدا. وده شفته يعني احمد من كان ما لعبش كتير لسه، بس هتلاقي الهدوء ده موجود في احمد. مباراه الاهلي في حد بيحصل اخطاء قدامه بيحصل حاجه، بس دايما احمد ايه؟ هادي بس شخصيه مفهوم، تحس هادي بس ما يربكش زمايله. لا ما بيربكش زمايله خالص ولا بيربك نفسه. ايوه
حتى لو عنده خطا بيقوم ويجيب الكره بهدوء ويتعامل يعني خلاص بقى ده بينساه ويبدا يتعامل على اللي جاي. اخترت معاه خطوه الداخليه دي يعني في ظل مثلا اسماء او وكلاء او انديه ممكن تكون بتتكلم الداخليه كان اكتر نادي شاورت معاه على الداخليه؟ الداخليه كان اكبر نادي عنده رغبه تمام للامانه يعني كان في مفاوضات مع اكتر من نادي انما كانت الرغبه اكتر من الداخليه ومن الكابتن محمد العقاوي بالذات مدرب حراس المرمى ومن الجهاز بالكامل. طبعا اكيد يعني بيبقى الراي الاول والاخير للمدير الفني مظبوط ولكن برضه المدير الفني طالما بيثق في مدرب الحراس اللي معاه فدايما هو بيبقى الاختيار ايه يعني بيبقى جزء كبير من مدرب حراس المرمى براي طبعا اكيد الراي الاول والاخير للمدير الفني.